اهلا بيكم عدى برنامجكم المطبخ. زي ما انتم شايفين عملنا في الفاصل الاولاني عملنا التشيز فوندو بكل تفاصيله، حطيناه على حمام ميه عشان لما يجي يتقدم ما يمسكش، لو سبتيه بدون اي حمام ميه تحته هيتماسك. وعندك العيش بتاعك المحمص، تقدري تغيري التوت، تجيب عيش فرنساوي، عيش فيينا، زي ما انت عايزه اللي انت عايزيها تعمليه، لكن الفكره واحده، تقدري تثبتي التشيز فوندو لازم تقدميه سخن وتحته حمام ميه. طب تعالوا هنعمل طيور الجينوا، هنعمل فراخ بالبرتقال وبعين الجمل وبالتفاح ازاي؟ اكتبي ما انت هنعمل التفاصيل والحركات، التفاصيل والحركات والتكات. هجيب فرخه صغيره تكون وزنها 800 جرام، اغسلها كويس واقطعها على 8، تمام؟ بعد كده 100 جرام كرات، 25 ملي زيت، وبعد كده 50 جرام زبده، 2 بشر برتقال، هجيب البرتقالتين اغسلهم وابشرهم، وبعد كده اخد 2 عصير برتقال منهم، و150 عصير عنب ابيض بدون سكر وبدون كحول، و600 ملي من شوربه الفراخ، 600 ملي من شوربه الفراخ، و125 عين جمل محمص، وبعد كده خمسه هتبله، خمسه ملح وخمسه فلفل، وبعد كده هحط له 350 تفاح اخضر اقطعه مكعبات، وبعد كده 45 كارن فلاور هدوبهم في 50 ملي ماء مثلج، واضيف عليهم 45 من البقدونس المفروم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتنا، زي ما انتم قطعتها، جبت الفرخه بتاعتي 800 جرام، غسلتها من بره ومن جوه ملح ودقيق وفلفل وخل، وشطفتها وقطعتها على 8. هعمل ايه فيها؟ ميه على النار بتغلي، ميه على النار بتغلي، هي فيها بوكي جرنيه، ميه على النار بتغلي فيها بوكي جرنيه، فيها بصل وجزر وكرات وكرفس وورق لور وحبان وملح وفلفل. هعمل ايه في البوكي جرنيه؟ اروح جايه مسقطه الفراخ بتاعتي دي زي ما انت شايفه كده اهو، لمده كام؟ 15 دقيقه، مش اكتر من كده، بس عشان ايه؟ ابدا اخد الطعم بتاعها واسيبها اهو قدامك اغطي عليها. طب هعمل ايه تاني بعد كده؟ تعالوا تاني احط حله تانيه على النار، اخد الزبده والزيت على النار، ادي الزبده بتاعتي والزيت على النار على ما الفراخ يعدي عليها 15 دقيقه في البوكيه جرنيه. بعد كده حطيت الزبده بتاعتي مع الزيت واحده واحده معاك اهو، سيحهم. بعد كده عندي الكرات. النقطه المهمه ان هي هتجيب البرتقال بتاعتك هتبشريه ناعم، بعد ما تغسليه تبشريه، بعد ما تبشريه هتاخدي منه العصير بتاعه موجود، 2 برتقال هاخد بشرهم، وبعد كده هاخد العصير بتاعهم، ادوب الزبده والزيت مع بعض على نار، وبعد كده الفراخ بتاعتي اللي فيه البوكيه جرنيه جوه الحله. والبوكيه جرنيه عباره عن ايه؟ بصل وجزر وكرات وكرفس ورق لورو وحبهان وملح وفلفل. اروح منزله الكرات بتاعتي تبدا تتجانس معاهم مع الزبده والزيت، يا دوبك اطريه، يعني ايه يبقى طري؟ واحده واحده ماشيه معاك، يطرى بس فقط لغير ما يلونش. الكرات بتاعي اطريه في الزبده والزيت واحده واحده، وبعد كده عندي ايه؟ عندي بشر، بعد ما يطرى يعدي عليه دقيقه دقيقتين مع الزبده والزيت، احط عليه بشر برتقال واسيبه ياخد الطعم الجميل معاه مع الكرات، ياخد طعم البرتقال معاه. واحده واحده معاكي اهو ماشيه معاه، واحده واحده معاكي، عشان تستمتعي بمنيو سبيشال في تشيز فوندو لازم تاكلي الفراخ بتاعت جينوا دي، هتستمتعي بطعمها بالبرتقال مع عين الجمل مع التفاح. عايزه تحطي مكان التفاح عنب ابيض؟ ماشي اوكي. مساء الخير يا مدام منى. الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه اعرف طريقه مسقعه البشاميل، وعايزه تليفون الشيف. حاضر، تحت امرك يا فندم. حاجه تانية يا فندم؟ لا شكرا. تحت امرك يا فندم، تحت امرك، هدوري في الكنترول. تحت امرك. زي ما انت شايفه كده حطيت ايه؟ بشر برتقال، وياخد الطعم مع الكرات مع الزبده ومع الزيت، والريحه الجميله تطلع على مناخيرك وتديكي سعاده عشان الاكل يطلع جميل. واحده واحده ماشيه معاكي اهو، تمام ماشيه معاكي واحده واحده. خد الطعم الجميل بتاع البرتقال مع الكرات، اروح جايبه 3 عصير برتقال ضيفاهم عليه، بعد ما تسيب البشر بتاع البرتقال ياخد الطعم مع بعضه والريحه تطلع عليك، اروح حاطه عصير البرتقال، تمام اهو، واحده واحده ماشيه معاكي، تاخد غلوه مع بعض. بعد كده عندي 150 ملي عصير اللي هو العنب الابيض اللي هو بدون سكر وبدون كحول، احطهم فين؟ على عصير البرتقال برضو، ياخدوا غلوه معاه. وعندي 600 ملي من شوربة الفراخ، عندي 600 ملي من شوربة الفراخ. بعد كده عندي اهو، تروح جايه واخده الفراخ بعد مرور 15 دقيقة عليهم، واخده الفراخ 15 دقيقة عليهم، مرور الفراخ بعد ما استوى ل 15 دقيقة عليهم، اروح واخداهم مصفياهم خالص قدامك اهو، واروح جايه ناشله الفراخ بتاعتي عشان اخد فيها الايه؟ البوكيه جرنيه بتاعها، هاخد منهم 600 ملي من شوربة الفراخ بتاعتي. هبدا اخد الثمان حتت بتوعي زي ما انت شايفه كده اهوت، بعد مرور، الله يخليك، بعد مرور 15 دقيقه عليهم، وماشي ماشي، وما واحده واحده معاكي عشان توصل لك المعلومه بكل هدوء وكل سهوله.
تمام. بعد كده مارادونا اللوش اروح واخده من البوكي جرنيه بتاعي 600 مللي وضيفاه فين؟ على العصير العنب الابيض والايه؟ وعصير البرتقال، وبشر البرتقال والبصل والكرات، واحده واحده ماشيه معاك اهو بالخطوات كلها ماشيه واحده واحده معاك عشان تستمتعي بالطبق السبيشال ده. بعد كده احط 600 مللي من شوربه الفراخ، شكرا يا محمد، 600 مللي من شوربه الفراخ احطها على عصير العنب الابيض وعصير البرتقال وبشر البرتقال والكرات والزبده والزيت، انزلهم عليهم اهو تمام، ياخدوا مع بعض. بعد كده تعالي بقى هنعمل ايه، هتبله ملح وفلفل. ليه ملح وفلفل؟ عشان عصير العنب وعشان عصير البرتقال. ملح وفلفل، واروح جايه حاطه الايه، عين الجمل المحمص 125 جرام، عين جمل محمص دخلته الفرن حمصته، كل ده مع بعض اهو قدامك، ياخدوا الايه الغلوه ويتجانسوا مع بعض. بعد كده هعمل ايه يا عم حسن؟ اروح واخده 8 قطع بتوعي اللي انا حطيتهم في بوكيه جرنيه لمده 15 دقيقه، اروح جايه مسقطاهم جوه الكلام ده واحده واحده معاك اهو. وبعد كده ايه، اخده غلوه مع بعض، اروح جايبه التفاح الاخضر او العنب الابيض، العنب الاخضر، العنب او التفاح يمشي مع الطبق ده جميل جدا 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 معاكي. اروح جايبه زي ما انت شايفه كده، حطيته بعد ما ضفت عليه الملح والفلفل، اروح جايبه التفاح الاخضر، مش تفاح اصفر ولا تفاح ابيض احمر، لان التفاح الاصفر فيه ميه والتفاح الاحمر فيه ميه، التفاح الاخضر الوحيد هو اللي تستعمليه على النار. وبعد كده احطه اضيف عليه التفاح. مساء الخير يا منى عروستنا. الو، مساء الفل يا فندم. كنت عايزه اعرف يا ربي يخليك مسقعني بشاميل وتليفون حضرتك. حاضر، هيديك التليفون حاضر، هقول لك المسقعه حاضر من عندي قبل العندي. تحت امرك يا فندم، تحت امرك يا استاذتي. اديلها التليفون يا محمد. زي ما انت شايفه كده، حطيت التفاح ياخد غلوه، اروح جايه حاطه 50 جرام من البقدونس ياخد غلوه مع بعض، واسيبهم مع بعض على ايه، على النار لمده ساعه. بعد ساعه بعمل ايه؟ عندي الكورن فلاور والماء المثلج، بعد ساعه هعمل ايه؟ هربطه، لازم يستوي مع بعض ساعه. وما تنسيش ان احنا سوينا الفراخ في ميه فيها بوكي جرنيه لمده 25 دقيقه، اسيبهم على النار لمده ساعه يتجانسوا، يكون النار متوسطه. بعد كده هدوب الايه، الكورن فلاور في ماء مثلج. ليه ماء مثلج؟ عشان ما يعملش كتل عندي زي ما انت شايفه كده. احط ماء مثلج على الكورن فلاور وهضيفهم واحده واحده، اقلبه عشان يبقى عندي معجون الكورن فلاور. وبعد كده بعد مرور ساعه هبدا اضيف الكورن فلاور واقدمه ليكي واوريكي الطيور بتاع جانوا بكل تفاصيلها. جبت فرخه صغيره وزنها 800 جرام، دعكتها من بره ومن جوه بالملح الخشن والفلفل الخشن ودقيق وخل، وشطفتها وقطعتها على 8. بعد كده حطيت ميه على النار بتغلي فيها بوكي جرنيه، بصل وجزر وكرات وكرفس وورق لور وحبان وملح وفلفل. بعد ما غلي المكونات دي كلها ضفت الفراخ وغطيت عليها لمده 15 دقيقه. جبت حله ثانيه حطيت فيها زبده وزيت، حطيت كرات طريته وسيبته مع بعض يطرى 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 يطرى. بعد ما طرى ضفت عليه 2 بشر برتقال وسيبته ياخدوا من بعض طعم الكرات مع طعم بشر البرتقال. بعد كده ضفت عصير البرتقال، سيبته خدوا غلوه. بعد كده ضفت عصير عنب ابيض بدون ماء سكر وبدون كحول، خد غلوه مع بعض. بعد كده حطيت 600 مللي من شوربه الفراخ اللي انا غليتها لمده 15 دقيقه وخدوا غلوه مع بعض، تبلتها ملح وفلفل وخدوا غلوه. بعد كده ضفت عليهم ايه، عندي عين جمل اللي هو المحمص 125 جرام عين جمل محمصه، ضفتهم عليه. وعندي 350 جرام تفاح اخضر مكعبات، مش اصفر ولا احمر، او عنب ابيض، يعني تحط تفاح او عنب. بعد كده ضفت الفراخ واديت البقدونس وسبتهم مع بعض على النار لمده ساعه. بعد ساعه هربطهم بالكورن فلاور، بقول فاصل ومحدش يروح اي محطه، زي ما اتفقنا سبيشال تخصص حركات تكات يا جمال. هنا بس انتظروني.